رجعنا لكم بعد الفاصل علشان نسأل ضيفتنا الأستاذ الدكتور بسام ريان، استشاري علاج العظام والعمود الفقري والحاصلة على دكتوراه من جامعة تولوز بفرنسا. وطبعا حضرتك مشرفانا ومنورانا يا دكتورة. الله يخليك. وسؤال لحضرتك، اتفضل. أصعب الآلام آلام العظام، تمام. الكبير بيصاب بيها، الشباب بيصاب بيها، الأطفال بيصابوا بيها. تمام. الركبه انتشرت بشكل كبير جدا في التوقيت او الزمن ده. عايزين نعرف من حضرتك اسباب الحاجات دي ايه، والاهم ازاي الدكتوره بسامه توصلت او وصلت لدرجه من النجاح في علاج الكثير من امراض العمود الفقري. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. برحب بالمشاهدين معانا. هنتكلم النهارده عن حاجة بسيطة جدا، الآلام المفصلية بتيجي للمريض من أعمال اليوم، من أعمال الشغل، ما بنبقاش عارفين مدركين إزاي. الناس بتهمل في الأدوية، بتهمل في الفيتامينات، بتروح لمعظم بعض الدكاترة بتاخدوا مسكنات وما بيبقاش في حل للآلام. طبعا بيبقى في وصفات معروفة، وفي الطب بتاعنا بيبقى معروف، في الطب اللي هو بياخد الطب الأوروبي، بناخد الإشاعات بتاعتنا والتحاليل وبناخد الجولة بتاعتنا كلها. في ناس بتستريح على الادويه، وفي ناس ما بتستريحش على الادويه. كويس. وفي ناس بتقول يعني لك في ناس بتختار ان هي تمشي جراحيا، وناس تختار ان هي تمشي بالادويه، بالادويه على الرغم ان ممكن يتعالج بالادويه في نفس التوقيت اللي اتكتب له انه يتعالج جراحيا. جراحيا. كويس. بس في حاجات بتلزم الجراحه وبيروحوا للدكاتره المختصين لجراحه العمود الفقري. تمام. بيضطر ان احنا نقدر نحولها جراحه وما بنقدرش نعالجها بالادويه التانية. هاي. الحل الهايل والرائع معانا، توصلنا رحنا شرق اسيا وجبنا معانا ستارك. ستاركي. كويس. ستاركي دوت كريم رائع، بيسكن الالام، بيخفض نسبه الام الروماتويد والروماتيزم عند المريض. ازاي بنقدر نستخدمه، نتعامل معاه ازاي عند الاطفال؟ يعني احنا بنستخدمه كاطباء بعد الكسر، بيحصل الام في العظام. طيب دكتوره، يعني حضراتكم توجهتوا وانتوا شركه كبيره ومصنع كبير، وفي تقرير من داخل المصنع هنشوفه علشان نقدر نحصل على الكريم ده او بالجوده دي في علاج الام العمود الفقري والام العظام والركبه والغضاريف والروماتويد والروماتيزم، حاجات كتيره هنعرفها طبعا من ضيفتنا الاستاذ الدكتور بسام ريان. ستاركي مساج كريم، هنعرف ازاي ننهي على ألمنا، إزاي ننتهي من كل المشاكل اللي موجودة عندنا في الغضاريف بأقل الإمكانات وفي أقرب وقت، هنعرف من الدكتورة. دكتورة، توجهكم لشرق آسيا، هل اختياركم لحاجات معينة موجودة في شرق آسيا؟ أنا مش عايز أعرف طبعا سر التركيبة زي ما بيقولوا. لا، هنقول جزء من سر التركيبة. اللي بيميز معانا ستاركي مساج كريم بيميزه معانا ان دلوقتي معظم الناس بتجرب اللي هو الكريمات زي البوفيز، زي بعض صح بعض صح انواع الكريمات، مش عايزين ذكر اسمها عشان ما يكونش اعلان. صحيح. بتحتوي على ماده المينيتون وماده الكابسين اللي هي بتبقى خلاصات الجنزبيل. تمام. لكن اللي احنا معانا دوت خلاصات طبيعيه، خلاصات يعني فيها جزء من طحالب البحريه، فيها جزء من المغرب العربي، من العطاره المغربيه. صافي، عشان انا والدتي مغربيه ونصي مصري نصي مغربي، فبنحاول نعمل ابحاث وبنتوصل ان معظم الشرق الاوسط نسبه 50% بيخاف من الجراحه. طب يا دكتوره، انت نص مصري؟ نص اب مصري ام مغربيه. ايوه. طب بتميلي لايه اكتر؟ يعني انت بتحبي ايه اكتر؟ بحب الاثنين اكيد. اكيد. لا اقدر استغنى عن هنا ولا اقدر استغنى طيب. عن هنا. طبعا تواجد حضرتك في المغرب دايما، وحضرتك محاضر هناك في المغرب. تمام. وتواجدك في مصر كطبيبه متميزه جدا، بتواجهي امراض موجوده هنا وامراض موجوده هنا، او مشاكل موجوده هنا ومشاكل موجوده هنا، بنقدر نحلها. بنحلها. بس الام العظام واحد على مستوى العالم. مستوى العالم. تقدم السن، عدم التغذيه، نقص فيتامين دي هنلاقيه في الوطن العربي كله، ان معظم الوطن العربي بيشتغل على المكيفات، ما بيتعرضش لحراره الشمس. صحيح. والمفروض نتعرض للشمس من 9 ل 12 الظهر او من 1 ل 2. كويس. دايما لو انت حللت او حملات فيتامين دي كانت بعملها 57 57، بتلاقي كل النتائج 90% من الشعب المصري او الدول العربيه عندها نقص فيتامين دي.
هاي يعني اللي انا اعرفه ان نقص فيتامين دي بيأثر على العظام. بيأثر على العظام. حضراتكم بقى خدتوا المعلومه دي وحاولتوا تستخلصوا الكلام ده كله. بالظبط كده، وحاولنا نجيب ستاركي مساج كريم. مساج كريم، احنا ليه مسمينه مساج كريم مش مسمينه كريم على طول او مرهم؟ هاي. ليه؟ ان هو بيعتمد على التدليك الدائري عشان هو سريع الامتصاص. هايل. المصاص بيمتصه بسرعه جدا وبيجيب نتائج رائعه وبيسكن لي الالام. زي ان انا لو انا حبيت استخدمه بجيب قطنه بمياه دافيه وادلك مطرح الاصابه او الالام. تمام. بدهن منه، ودايما زمان كان الجد والجده يقول لك الدفع عفا، بيساعد على الدفع. في المغرب موجود الدفع عفا؟ طبعا موجود الدفع عفا، وموجود كمان مثلا لازم تمشي تلاقي طوبه وحجر. ده في المغرب؟ في المغرب. ده طوبه وحجر. وحجر، يعني لازم تلاقي واحد وواحد. لازم تلاقي واحد وواحد، هتلاقي واحد كويس، هتلاقي واحد وحش، هتلاقي حد طيب. مصاب، حد مش مصاب. كويس. دكتوره، اعتمدتوا على التركيبات اللي موجوده في شرق اسيا في المغرب العربي. تمام. هل اوروبا بتستخدم بعض الكريمات او طبعًا. ما يسمى بطب الاعشاب او الحاجات اللي امريكا شغاله على الكلام ده؟ امريكا عندها ابحاث وعندها كله، بس هي ما بتحبش تصدر للغرب ولا لينا احنا كعرب الخلاصات. هي تاخد الحاجات بتاعتنا وتاخد الابحاث بتاعتنا وتاخد مجهود الاطباء العرب وتعمل منه حاجات طبيعيه. دي المانيا موجود فيها الطب التكميلي، واخد دراسات وشهادات، واخد تطور كبير. كويس. يعني الاعتماد ستارك كريم على ان انت بتبعد عن المسكنات زي ما حضرتك قلت في اول الحلقه. بروح انا عندي الم، بروح اخد مسكن بيريحني، لكن ما بحلش المشكله بتاعتي. ما بحلش المشكله بتاعتي، بعمل بسيب القلى، بعلي انزيمات الكبد، بعمل قرحه في المعده. مش كل الناس بتحب الادويه او كويس. كل الناس ما بتستغرقش الادويه، فانا ليه احسن اعمل حاجه استخدم ستاركي مساج دوت ادلك بيه المفصل كويس جدا، وما يكون عندي الام في الحوض او تبول لا ارادي عند الناس الكبيره بحاول ان انا تحت الحزام ادهن بشكل دائري كويس، وبيساعد عندي على تدفئة المثانة كويس جدا جدا، وما بيعملش تبول ليلي، وبيخفف آلام القطنية اللي كل الناس بتشتكي منها. يعني العامل، الفلاح البسيط، الناس اللي بتروح الشغل الصبح ممكن تدهن ليلا من الكريم دوت، تستخدمه ليلا وان شاء الله الصبح هتقوم تعامل كل اليوم بتاعها، يعني كل يومها هتمر بمهام. كويس. استخدامه عشان آلام الحوض اللي موجوده، كمان في تبول لا ارادي عند الاطفال وعند الكبار، كبار السن. كبار السن، عندي كبار السن، ومعظم الشائع دلوقتي احنا كاطباء عظام بنقابل المرضى اللي هم بيبقى مغيرين مفصل في الفخذ، مفصل في الركبه، يعني هنلاقي عدد كبير من الشعب فعلا. عامل تغيير مفصل دوت رائع جدا، يعني لو انا دهنت منه صباحا ومساء هيحس من الالم، وبعد 3 اسابيع من النتيجه هيلاقي النتيجه، اسبوع بعد اسبوع تحسن. طب يا دكتوره، هل هو في ماده مخدره؟ لا لا لا، الله يكرمك يا دكتور، يعني الله يكرمك صافي دكتور. بكل المعايير ما فيهوش ماده مسكنه. صافي صافي لو هو صافي بالمغربي، يعني اوكي، هما اخواتنا المغاربه شايفيننا، يعني بنقول ان الكريم دوت ما فيهوش ماده مخدره، هو مش مسكن، هو معالج بنسبه 50-60%، وده حلو جدا بمريض بتاع الالام المفصليه او العظام. اما بيصحى من النوم مريض الروماتويد بالذات بيبقى عنده تشنجات والام مفصليه، لو استخدمه المريض 3 مرات في اليوم، اذا كانت مراه او طفل او ما بعد العلاج الطبيعي، هيبقى ممتاز جدا. هايل، يعني بيساعدنا في كثير من الامراض فعلا. بيبقى عند المفصل الخاص بالروماتيد بيبقى فيه التواءات، وفي نتوءات عظميه، دي احنا عضمية. بنشتغل عليها برضو بالكريم دوت، وبنقدر نحل عندي اما بيكون عندي الام انزلاق غضروفيه في العنق او انزلاق في الفقرات القطنيه، بضطر ان انا ادهن منه بشكل، لو انا دايما المريض هو طبيب نفسه، صحيح. لو تحسس لقى في سخونه خارجه من سطح القطنيه او من الركبه او من العنق، هيضطر يعمل لي مكمدات ثلج ودوت. صح. دي في قصات الملاعب بتشيل 90 من الالتهاب 90%. وبعدين بستخدم ستاركي مساج او كريم. ليه بنقول مساج؟ المساج دي كلمه يونانيه بيستخدموها اليونانيين في التدليك. ما هو كله مدلك، انت بتنشط الدوره الدمويه عند، اما انا ادلك كده بالشكل ده يحصل عندي تنشيط في الدوره الدمويه. يعني انا دكتوره ما بحطش بس الكريم واسيبه كما لو كان كريمات بشره. لا. طيب في طرق معينه للتدليك؟ يعني لو اللي على الظهر يبقى طولي،
بالشكل دوت على الظهر طولي من اسفل لاعلى ولا من اعلى لاسفل؟ لا من اسفل لاعلى. كويس. لكن على الركبه بشكل دائري. تمام. على الصوابع باخد بالشكل دوت. كويس. وبنقول في السوزوكو ان هنا غشاء القلب، لو واحد عنده نهجان في النفس او عنده ضيق او عنده عضلاته بتوجعه هياخد نقطه هنا ويعمل كده، ده في الطب التكميلي او السوزوكو او الطب الصيني يقول لك ده في العربيه السوزوكي؟ لا سوزوك. انا فاكر يعني اخد العلاج في العربيه السوزوكي. لا السوزوكي ده حاجه تانية. سوزوك. السوزوك ده انا عارف طبعا، بحب بس يعني نخفف على الساده المشاهدين. تمام. كويس. بيقول ان ايه ان بيقول لك ان العمود الفقري هنا، المثانه هنا، الراس هنا، غشاء القلب في هنا، في كفه الايد، في كف الايد، واخده بشكل احتكاكي بالشكل دوت. تمام. بيدفيني اما يكون عندي صداع او عندي مريض شقيقه، باخد من الخلف وادهم بالشكل ده، او اخد دائري وانزل بيه بالشكل دوت. رائع جدا. تمام. ملوش سايد افكت، ما بيعملش تحسس في الجلد. كويس. ملوش رائحه يعني المريض ما ينفرش منها. تمام. طيب ده موجود قدام حضراتكم، ستاركي مساج كريم، هو عباره عن علبه فيها بس هي طبعا احنا بنشكر حضراتكم ان انتوا عملتوا جرعه او ما يسمى الجرعه، حطيتوا لنا الكورس. ده كورس. التلاتة هم موجودين قدام حضراتكم على الشاشة باينين. الكورس بيكفيني من شهر ل40 يوم حسب استخدام المريض. على حسب استخدام، يعني إذا كمية قليلة منه بتفيدني. بتفيدني. دول التلاتة اللي موجودين داخل علبة الستاركي. هنخرج واحدة ونقفل العلبة. تمام. وده دايما بيبقى موجود في بيوتنا كمساعد، كطبيب، كمعاون. ستاركي مساج كريم. كويس. في ناس الجده والجد والناس اللي ما انا كنت لسه هكلم حضرتك. نتكلم على السن الكبير. اتفضل. السن الكبير ليه طريقه في العلاج بستاركي عن السن او الشباب؟ طبعا. كويس. السن الكبير بيبقى مجهد وعنده الدوره الطرفيه عنده بتبقى قليله شويه، بيبقى محتاج تدليك او مساج. هاي. بتقوم البنت او زوجة الابن الراجل او العكس يعني او العكس. بيصير تدليك. كمان الناس اللي بيبقى عندها دوالي الساقين بيبقى عندهم رقوص الدوره. دوالي. ممتاز جدا. لو احنا استخدمنا الكريم دوت هيساعد عندي لتنشيط الدوره الدمويه ويحرك الدم الراكد، وهيساعد على المصص نفسه انه يبقى يروح. ونشتغل بايدينا زي ما انا بعمل بايدي كده، طالعين نازلين عشان نقدر نجيب نتيجه مع كبار السن. يعني احنا هنقول لو هو في القدم هنشتغل القدم. يعني المره الجايه ان شاء الله هنجيب هيكل عظمي وهنبقى نشرح عليه ازاي ان هم يحطوا الكريم الموضعي واتجاه يشتغلوا عليه عشان يجيب معاه نتيجه مبهره ان شاء الله. تمام. يبقى احنا بنستخدم ستاركي مساج كريم كم مره في اليوم للسن الكبير؟ السن الكبير بستخدم من مرتين لثلاثه حسب الالام، ولو الام مفصليه او في الشولدر او في عظمه السكرم او في القطنيه بضطر ان انا اشتغل عليها بالشكل دوت 3 مرات في اليوم. طبعا مساج كريم مرخص من وزاره الصحه المصريه تحت رقم 47790 لسنه 2018. جاء بأحدث التقنيات علشان نقدر إن شاء الله نتوصل للحل المناسب لعلاج الكثير من أمراض العمود الفقري والمفاصل وخشونة الركبة. خشونة الركبة في السن الكبير ولا السن الصغير؟ والله دلوقتي الشائع بقى بيجينا حالات في السن الصغير بس. أنا عارف إن حضرتك متميزة جدا في موضوع خشونة الركبة ده. خشونة الركبة مادة الزجاجية بتاعتي دي بتنخفض. بتقل. بتقل. هاي. هنعمل ايه؟ وصفه بسيطه جدا لاي حد عايز عنده الم في الركبه وخايف يعمل منظار ركبه وخايف يعمل جراحه، ونقول لك ان شاف المريض هو من حظ الطبيب. كويس. احنا ناخد من الاسباب. الكريم دوت لو انا دهنت بيه في خشونه الركبه لازم اعمل مكمدات ميه فتره الاول، وبعدين احط الكريم دوت 3 مرات. يعني ميه عاديه؟ ميه فتره. يعني مش سخنه؟ مش سخنه ومش ساقعه. كويس. امسح مكان الجلد عشان افتح المسام. تمام. وادهن منها كويس جدا. هاي. ولو هو مريض خشونه وبيلبس ركبه لو دهن ستاركي مش هيحتاج الركبه. تمام. الله اكبر يا رب. في مده كام يا دكتور؟ هنقول اقل حاجه من 15 يوم، يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع. الدكتور ده بيعانوا بالشهور وبيعانوا بالسنين. هيحس. هنستحمل. بص هقول لك يعني لو استحملنا حتى 3 شهور. ما هو بص هي الدورة الدموية بتاعتي بتمشي كل 90 يوم بتنزلي دورة دم كاملة، لو احنا استخدمناها 90 يوم احنا بنقول لك عشان المريض يحس بنتيجة ملحوظة
خلال 3 أسابيع هو يحس نفسه باختلاف، أسبوع يوم عن يوم يواظب كويس، يعني ما يقعدش يدهن في الكريمات وياكل مخللات يرفع له سرعة الترطيب ويجي تمام. يقول لك الكريم ما عملليش حاجة، ما ينفعش، كل طب حاجة وليها حاجة. الله، انا وصلت لنقطة مهمة جدا. اتفضل. الكريم تمام استخدامه تمام خلاص عرفناه هنستخدمه ازاي. اوكي حضرتك قلت كلمة جميلة، في خشونة الركبة المادة الزلالية بتقل، بتقل، فانتوا بتعملوا على تعويضها من بنحفزها داخلها، برضو بتحفزوها علشان بتغذية علاجية زي علاجية. طيب بقى حاجة بسيطة جدا. يبقى انا بقى عايز حاجتين اتفضل. بعد ما هستخدم الكريم، علشان زي ما حضرتك قلتي ما اجيش اشتكي واقول لك يا دكتوره الكريم مش ما عامل جابش مفعول، نتيجة وانا باكل طول. ايه اللي ابعد عنه وايه اللي اقدر اكله او اشربه علشان يقدر يعمل زياده في مفعولي مع الاستخدام طيب الكريم؟ المفصل الركبه او اي مفصل بيحتاج الماده الجيلاتينيه اللي بتبقى موجوده، سبحان الله ربنا جعلها في رجول الدجاج الفراخ يعني او في جناح الفراخ، في معظم الناس ما بتحبش الرجول، صح. جناح الفراخ عملوها اكتشفوها صينيين مع الفاصوليا الحمراء وليس الفاصوليا البيضاء. فاصوليا حمراء ايوه وجناح الدجاج. الدجاج. السحاق دوت لو المريض خد منه مدة اسبوع بيخفف بنسبة 50% من آلام المفاصل. اسحاق مين؟ ما شوربة يعني. أقول لك شوربة، شوربة. ماشي، ما هو برضه ماشي. عشان اخواتنا في الناس المغرب يعني تفهم. الوطن العربي كله، أوكي. احنا بنتكلم بنتحدث هنا اللغة العربية الفصحى يا دكتور. أوكي. طيب، لو احنا دايما تشربي الشوربة كتير. كتير، تمام. هناخد بالليل جيلي حلو، هناكل الكنتالوب، هناخد الخس المصري الجميل دوت كويس. بيزود المادة الجيلاتينية، هنشرب المشروب اللي هو معروف دوت الكيوي ده ممتاز جدا، هناخد عصير المورينجا لو في مورينجا ممتاز جدا لمادة اللزوجة بتاعتي بتحفزها تمام كتير. تمام. اللي ابعد عنه لو انا مش مريض بواسير او عندي مشاكل في الجهاز البولي اخد شطة، اخد اي حاجة بشطة، ثبتوا ابحاث عالمية ان مادة الشطة بتساعد بنسبة 70-80% من الالتهاب. الشطة، لكن المخللات لا لا، مش مسموح. مش مسموح. لا الملح الملح مش مسموح. كويس. مريض السكر ياكل كل حاجة هو عايزها تمام. بس بمعايير، يعني ما ياخدش أدوية الأنسولين بتعمل برضو آلام في العظام، تمام. أمشي آلام الأنسولين، أمشي جرعتي الأنسولين اللي أنا باخدها كاملة مع الكريم بشكل تدريجي ومنظم. تمام، يعني اللي هو مريض السكر اللي بيحس بالآلام في الأطراف بتاعة طبعا القدم عشان في البنكرياس الركب، بيحس كويس، بآلام شديدة. شديدة، ده تمام. استخدامه ليه بيساعده مريض جدا. الدايبيتك هيحس ان هو اتحسن وما بقاش عنده الآلام. هندي وصفة بسيطة لمريض الدايبيتك، تمام. هجيب 150 جرام قرفة اندونيسي، لازم اندونيسي مش نكتب ورا الدكتورة بس، أنا ما بنصدق نطلع منها كل هذا القيم المعلوماتية. اتفضلي يا دكتورة. 150 جرام قرفة قرفة، اندونيسي. وعشان حضرتك جايبه المنتج يعني من اندونيسيا يبقى لازم قرفه اندونيسيا يعني. لا، هي تسمى كده. و150 جرام ماشي. حلبة بودر و150 جرام كركم، هاخد كركم. معلقة صغيرة ممسوحة على كوب ماء ساخن قبل الطعام بنص ساعة. ده حلو. المريض الدايبيتك. تمام. مريض الالتهاب او الناس اللي بتنمل او تقول لك عندي تنميل مستمر، التهابات فعلا. ده بيبقى عندي التهاب في القناة العصبية، واحنا بنحتاج ان في ناس بتخاف من ادوية القناة العصبية في في الظهر في العمود الفقري، الفقري في النخاع الشوكي، فبيسمع عندي في بيسمع عندي الكتف في وفي الاطراف الاطراف او وفي لو الرجل. عندي اختناق في القنوات العصبية بتعمل تمام عندي الكلام دوت. كويس. في يعني ما بدهنش في مكان التنميل، بدهن في اصل العمود الفقري بالظبط ظهر. هاي بالظبط برضو زي ما حضرتك قلت لنا بشكل من من اسفل اسفل لاعلى. لاعلى تمام. بشكل مساج منظم بالشكل دوت، يعني ما امسكش كده واروح رايح جاي، لا بيحصل. بشكل كده زي الدوره الطرفيه. وكمان عايزه اقول لحضرتك على حاجه، مريض اللي هو بيبقى عنده التهاب في القناه العصبيه بضطر ان انا اخد معلقه زيت زيتون مع معلقه خل تفاح كوب ماء دافئ زي دوت، باخده زيت زيتون، زيت زيتون خل تفاح، معلقه ومعلقه صغيره مش معلقه على كوب، معلقه صغيره زيت زيتون، معلقه صغيره خل تفاح على ميه على ميه واشربها كوب صباح كوب مساء الصبح وبالليل، بالظبط تفضل كده جنبي، مش شرط اخدها مره واحده يعني، ايه كل شويه شويه اشرب. شويه يعني شويه شويه. ولو انت مريض عندك مشاكل، يعني احنا بنحسن لك الموضوع، لو مريض عندك مشاكل في القرحه او ما بتتقبلش الزيت الخل التفاح تمام. ممكن اتناولها واثناء العشاء هاي مع الاكل، مع الاكل، مش هتأثر في مش قرحتي. هتأثر، هتبقى خفيفة مش زي الأول. طيب،
الدكتورة، نعم اختلف معاكي، شفتي حالات ربنا شفاها واحنا عارفين يعني، بس مش عشان حاجة، علشان انت حضرتك بتبعثي الألم للسادة المشاهدين. الكاميرا مع حضرتك، يا ريت توجهي لهم الحالة اللي انت شفتيها ووصلت لحد ايه، واحنا نعمل ايه اصحاب الامراض ما اللي بتشابهنا يعني. بس هقول اعزائي المشاهدين، احنا عايزين نتفق مع حاجه. المريض لو هو عمل عمليه او خد كريم او الدكتور ده كويس، ان شاف المريض هو من حظ الطبيب، ربنا بيقول لك خد بالاسباب. الكريم دوت احنا جربناه في مستشفيات بره، جربناه على ناس بره، جربناه عندنا في مصر، جايب نتيجه مبهره جدا. اللي حابب يشوف ويجرب المنتج او يعرف هو ايه، هو فيه عناصر طبيعيه، فيه طحالب بشريه، يعني فيه طحالب من البحيرات ممتازه جدا، هنتكلم عليها ونشوفها واحده واحده. اما نيجي نستخدم الكريم دوت في خلاصه اللبان، الدكر ده معروف جدا 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 جدا، وبيخلي فيه تفاعلات حوالين الالام في اليد او في العنق او في الظهر. تمام يا دكتوره، شكرا لحضرتك، ان شاء الله في ميزان حسناتك الله العلم اللي يخليك، بتوصليه للساده المشاهدين، نقول لهم ان شاء الله يطمنوا بفضل الله في ان خلال شاء الله فتره بسيطه. من 3 أسابيع لشهر، بس هو الكورس لازم ياخده 90 يوم. تمام. المنتج بيكفينا من شهر ل 40 يوم، هيضطر ياخد 3 جرعات، هيجرب في الجرعه الاولانيه هيلاقي نفسه بيتحسن تدريجيا. دوت ممتاز جدا، بنقول لك في الناس اللي بتبقى مصابه، اللي عامله شريحه ومسامير، بيبقى عندها الام بعد ما بتاخد العلاج الطبيعي، ممكن تدهن منه او تستخدمه في جلسات العلاج الطبيعي، هتبقى كويسه ليها وما جدا. بتبقاش عارفه يعني تعمل ايه. وما بتبقاش عارفه، خلاص هي بيبقى ركبت الشريحه وركبت المسامير فتعبان، هي مضطره اه يعني. طب هو ممكن يلحقنا قبل تغيير المفصل ممكن. يعني؟ يعني في حالات حضرتك شفتيها ان شاء الله بفضل الله بتتحسن وما بتحتاجش لتغيير مفصل. بنسبة 70%. الله اكبر، نسبة كبيرة جدا ما شاء الله. ايوه ده بص حالات بتيجي. بص عايزه اقول لك الحاجة، لو المريض مقتنع بالطبيب او مقتنع، يعني لو المريض جبت له كوبايه فيها ميه ومقتنع بيها هياخدها، بس احنا بنقول لك احنا سبب. الكريم دوت رائع رائع رائع، كمان عندي رائع، عندي الناس اللي بتعمل العاب رياضيه، اللي بتشتغل كاراتيه، بتشتغل كونغ فو، اللي بيروحوا يلعبوا كومباس، الاطفال الصغيره بيحصل عندهم شد في الاربطه والمصص نفسه. تمام. لو انا دهنت من الكريم دوت بالليل للطفل، بيصحى الصبح يروح مدرسته عادي، بيروح تمرينه عادي، ما بيبقاش عنده مشكله. الاطفال اللي بيبقى عندها لين عظام في الجلسات العلاج الطبيعي هيبقى رائع واكثر من رائع للاطفال. لين العظام مع الاطفال هايل، مع هايل جدا. اعزائي المشاهدين، نقدر نحصل على كريم الستاركي مساج كريم عن طريق الارقام الظاهره امام حضراتكم على الشاشه. سمعنا من الدكتوره كل مميزات هذا الكريم، بفضل الله ان شاء الله نخف ونوصل لمرحله شفاء من الالام اللي احنا فيها في فتره بسيطه. دايما بنجيب لكم كل ما هو حديث. ساعه الشركه، ودي احدى الشركات الكبيره جدا ومصانع كبيره، وهنشوف طبعا التقارير بتاعتها من داخل المصنع كل دول العالم، علشان تقدر توصل لمنتج يحل كل المشاكل. فاصل ونرجع لكم نستكمل حوارنا تاني ونستقبل اتصالاتكم وتليفوناتكم. ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في حلقه مهمه جدا على الام العظام. بيسعدنا ان احنا نستقبل تليفوناتكم واتصالاتكم. معانا الاستاذ الدكتور بسام الريان، استشاري علاج العمود الفقري واصابات الملاعب، احد المتميزين في مجال الطب، ما يسمى بالطب التكميلي او الطب البديل. درست في جامعه تولوز او حصل على دكتوراه من جامعه بيسموه دلوقتي تولوز الطب الشمولي. التكميلي بقى اسمه الطب الشمولي، اه يعني اتغير اسمه، يعني اكتشفوا انه بيشمل حاجات كتير. بالظبط كده. تمام. طيب دكتوره، ما زلنا مستمرين في كيفيه علاج ستاركي مساج كريم للامراض الخاصه. الخاصه احسن حاجه كمان بيعالجها هو مريض السياتيك او عرق النساء او الام الوركيه، رائع جدا، بيجيب نتائج مبهره لو احنا اشتغلنا بيه مع مريض السياتيك. تمام. او نعرف عليه عند الناس ان هو مريض الالام الفخذ او ضغط عرق النساء على طب معلش احنا بنسمع كلمه عرق النساء. تمام. الناس بيقولوا عليه عرق النساء، يعني ليه مسميات كتير. بالظبط كده. هو عباره عن ايه؟ يعني الناس ما بتبقاش عارفه قصده ألمه فين عشان انا اعرف ان ده عرق النساء. بياخد من القطنيه الى اسفل ما بعد الركبه، بياخد الام في الفخذ كلها. 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 من قدام ولا من ورا ولا هو من بياخد من الخلف. ايوه. واحيانا يجي من الامام، بس معظمه من الخلف. من الخلف.
ده عدم القدرة على الأعاد، عدم القدرة على المشي، يحصل تنميم جامد في القدم، ده يا ساتر بيشد في ده صعب. العضلة التوأمية اللي هي سمنة الرجل، بيحصل تشنجات جامدة جدا مع آلام وسخونة والتهاب وآلام مبرحة. طيب قلنا خلاص عرق النساء الحمد لله من احد الحاجات المتميزه في كريم ستاركي مساج كريم، علاج هذه الامراض ورصينا كل المشاكل. فاضل حاجه تانية مهمه، احنا اتكلمنا على السن الكبير هو اللي بيزعجنا، السن الكبير هو اللي بنتمنى انه يخف على طول، والحمد لله حضرتك طمنتينا وطمنت الساده المشاهدين ان في فتره بسيطه ان شاء الله نقدر نوصل لمرحله من الشفاء بفضل الله. في الشباب بنت ولد حصل لهم كسر، حصل لهم اي مشكله، بيروحوا بعدها على طول يدخلوا في اتعالج، خلاص يبدا يحصل له الام ما بعد الكسر، يعني خلاص فك مشكلته، يبدا يمشي ويتحرك يحس بالام. دايما نقول التجبيس، يعني انا من الناس المعروف عني ان انا بجبس بدون شريحه ومسامير، كل واحد بيبقى ليه طريقته الله يكرمك يا دكتور، او يعني احنا ممكن نوصل ان احنا من غير شريحه ومسامير؟ عندي حالات لو انت حابب تطلعها هوا اتجبسه بدون شريحه ومسامير، ورجله وعندي كمان كان كسر مضاعف واتجبس بدون شريحه ومسامير، كويس والحمد لله ربنا شفاه وعافاه، وكمان استخدم الكريم ستاركي مساج بيعمل لي التئام للعظام وبينشط الدورة الطرفية وبينشط الدورة الدموية وبيساعد على امتصاص الكلبسة للدواء نفسه. هايل. أنا لما بشتغل بيه بيجيب، حتى أنا بشتغل بيه في عيادتي، بشتغل بيه على المرضى، ربنا رائع يبارك لك يا جدا، دكتور. وهنجيب لكم حالات ممكن أنتم إن تكلموها شاء أو الله هنصور تشوفوها. التقرير مع حضرتك إزاي حتى استخدامنا للدهانات والكلام ده كله، ومن باب إن أنت حضرتك بتنشري العلم. كمان عايزه اقول لحضرتك حاجه، المنتج دوت طبيعي 100%، ما فيهوش مستحضرات كيماويه، هي مستخلصات نباتات من شرق اسيا، فيها برضو من الفراعنه، واخدين جزء من هنا وجزء من هنا، جايب نتيجه رائعه، حتى البحث العلمي طلب ان احنا نعمل عليه اكتر من روبورت، احنا بس حابين ان شاء الله هيبقى معانا مفاجآت وهنجيب لكم حاجات جديده، بس فعلا ده رائع، ورائع كمان عند البطل اللي هو بيحب يتمرن، اللي بيروح النادي، اللي بيروح الجيم، في ناس كتيره بتشيل حديد صح وتيجي تتمرن بترجع بعد التمرين هل كان يصحى تاني يوم من التمرين بيقول لك عندي الام مبرحه. صحيح. لو دهن الكريم دوت بعد ما ياخد دش دافي لمريض، يعني مريض الجيم حاجه والطفل حاجه، مريض الجيم دوت لو خده بعد ما ياخد شاور سخن كويس جدا ويدهن من المنتج دوت بجد بجد هيجي يشكرك. هتختلف معاه، هيختلف معاه شكل العضله، هتختلف معاه الشد اللي في العضله، هيبقى عنده الموضوع بسيط انسيابي. تمام. في بعض الاحيان بيبقى فيه ممكن يبقى الم بسيط في منطقه معينه زي الكتف، عظمه الكرطوبه او العنق ما بنبقاش عارفين نعمل او فيها طرف ايه. الرجل زي تمام. ما انت بتحس كده دوت، انا بشتغل عليه برضو، بعمل مكمدات دافيه وبنت بدهن بالكريم بشكل دائري دايما في الرجل تحت هنا. تمام. عكس عقارب الساعه، عكس عقارب عقارب الساعه. الساعه. كويس. وكمان عايزه اقول لحضرتك الحاجه، اما يكون عندي تهورات في البطن ممكن اشتغل التشنجات القولون فيها، عشان بنقول لك في مواد طبيعيه وغني جدا. تمام. يعني يا دكتوره هو دوت بيشتغل على كل حاجه؟ بيشتغل على كل حاجه، الماده الفعاله اللي فيه بتشتغلي على احسنت يا دكتوره، ما احنا انت الام حضرتك الجبس. بتقولي بقول لحضرتك الطب التكميلي، قلت لي ده دلوقتي مسميينه الطب الشمولي. الشمولي وليه مؤسسه وليه واخده البحث يعني العلمي. يعني الام الطمس بتاعت السيدات ممكن يشتغل عليها. الله. رائع رائع كويس. جدا. اما بيجي لي عندي تشنجات او بدهن منه بعمل قربه سخنه على الامعاء، رائع جدا. هاي. حتى لو عندي امساك بيسهل موضوع الامساك. طيب دكتوره بشكر طبعا حضرتك الله على يخليك. المعلومات الوفيره اللي بتقولها لنا، نقدر نحصل على ستاركي مساج كريم الظاهر امام حضراتكم على الشاشه عن طريق الارقام اللي بتظهر قدامكم، تقدروا تتصلوا ويوصلوا لكم حتى باب البيت. خلاص نقول انتهى الزمن الام العمود الفقري ان شاء الله، انتهت المشاكل دي كلها بمنتج جديد ما يسمى ستاركي مساج كريم، اطلقوا عليه عده مسميات في شرق اسيا ودول المغرب العربي، ضيفتنا متميزه جدا في الوطن العربي ككل، بتسعى لكل ما هو جديد. طبعا انا عارف يعني الكلام اللي حضراتكم دايما بتقولوه، لكن عايز اوصل
معلومه بسيطه، ان مش كل حاجه الفرق ما بين منتج ومنتج بيبان في العلاج. تمام. فرق ما بين ستاركي وما بين منتج تاني؟ المريض هو اللي هيحكم، ده تحدي، والمريض هو اللي هيحكم، وان حلو. شاء الله ربنا يشفي الناس كلها يا رب يا دكتور، شكرا لحضرتك. طيب في حاجة ما يسمى بالعمليات بدون جراحة. تمام، اللي هي أنا الكايروبراكتيك. كويس، عايز أعرف يعني إيه يا دكتورة، إيه اللي هي العمليات الكايروبراكتيك دي؟ يعني إيه؟ يعني هل هي عملية فعلا؟ بس بيقول لك بدون جراحة، يعني ده أنا أسمع جراحة يعني هات مشرط وشق المريض. تمام، إحنا بص كل يوم في تقنية حديثة وفي تقنية جديدة. في حالات بتحتاج جراحه بنحولها للجراحه، بيبقى انفجار مثلا في الغضروف ودي بيبقى محتاجه جراح وجراح فورا فبنحولها للجراح. في حالات ما بتحتاجش الجراحه، زي مثلا هنقول لك الكايروبراكتيك. الكايروبراكتيك ده معروف في اوروبا، يعني انت زي دكتور التونتس كده هتروح وانا عايزه اروح، زي ما معروفه هنا عندكم في مصر بتقولوا الدكتور ابو عصايه. ابو عصايه صح، ابو عصايه. اه الدكتور ابو عصايه، او بالحجامه الرياضيه، او بسم النحل، او بالتدليك. الكايروبراكتيك هو مدرسه كبيره جدا، المنفرد بيها الامريكان وفي كندا وفي لبنان معروف فيها ناس، وانا الحمد لله من الناس المعروفه فيها في مصر. عشان كده بنسال حضرتك. اه بص، حضرتك محاضر في اكاديميه الرازي، ودي احد الاكاديميات المشهوره عالميا، وتحديدا بتعالج بالكايروبراكتيك والمنتجات الشموليه، بلاش التكميليه. الشموليه، بص هقول لحضرتك على حاجه. في حاجه اسمها الحركه الديمنيكيه للمفصل. تمام. اللي هو مثلا اللي احنا بناخد الاشاعات بتاعتنا، اللي بناخد الرنين او المسح الذري او الاشعه العاديه. معظم الدكاتره بيبصوا على المفصل، هل المفصل فيه خلل؟ هل المفصل فيه شرخ؟ هل المفصل فيه كسر؟ غير كده انت كويس او عايز تروح تعمل جراحه. في حاجة اسمها حركة وظيفية، يعني أنا كده كده حركت 180 وتر كده 180. في حركة دمنكية ربنا عز وجل جعلها في مفصل الإنسان تنطبق بإشارات من المخ، لو هي مش في وضعيتها الإنسان مش هيقدر يعمل دراعه كده، مش هيقدر يعمل كده، ممكن يخش جراحة ويعمل منظار جراحي ولن يتحسن. ليه؟ إن المفصل مش واخد الحركة الدمنكية بتاعته. طيب يا دكتورة، ليه إحنا مش معروفين هنا؟ طبعا هو الكايروبراكتيك مش معروف في الدول العربيه زي الدول الاوروبيه، ان هو مش بيدوه في كليه الطب، بيدوه ليه جامعات خاصه، وكان اشهر واحد فيه العالم بيرن. بيرن اول من اسس جامعه في الولايات المتحده هي اسمها جامعه بيرن. العلاج باليدوي، تقويم العمود الفقري. يعني بص انا بكلمك ازاي بدا، انا بحب شغلي، انا اشوف المفصل واقدر اقيم، وما انا بشخص مريض بيخرج من عندي يعمل الاشعه بتاعته يرجع يقول لي زي ما انت قلت لي دكتوره، ده موضوع ان انت يعني بيعمل اشعه، بيجي لحضرتك باشعه مريضه لو فيها أنا مشكله في العمود الفقري او طبعا في مفصل طبعا بيرجع. وعندي كمان عندي بطله النادي الاهلي ايه هاني، دي بطله اتحاد، كان عندها خلع في الحوض وخلع في الركبه، الحمد لله عدناها، ولو انتوا عايزين تسجلوا معاها على الهواء ان شاء الله طبعا نسجل معاها، يشرفك. بس هقول لحضرتك الحاجه، في حالات ما بنقدرش نغامر بيها بالعمليات، يعني زي مريض القلب، زي مريض السكر، صح بخاف من صح الجراحه جدا. صح. طب ايه يا جماعه البديل؟ وفي ناس بتخاف من الجراحه طبيعي، ما اقدرش ادخل غرفه عمليات. بص في ناس كويس بتخاف، بس انا بحب شغلي. يعني انت ازاي ان انت تقدر ترجع العظم ده او الفقره دوت، او تشتغل ازاي او تعدلها ازاي، ده حاجه اسمها كايروبراكتيك، تعديل وتقويم وتوظيف المفصل لوضعه الطبيعي. سبحان الله، يعني ده كل حاجه. بص زي يعني ابسطها للناس، انت مش بيبقى عندك عربيه وبتروح توديها للميكانيكي ويقول لك لا ده العربيه دي محتاجه ظبط الزوايا. صح. هو الكايروبراكتيك اللي بيعدل هو ظبط الزوايا للانسان، هو ظبط الزوايا. كويس. بيرجع الحركه الديمنيكيه للمفصل. يعني انا عندي واحد مريض يعني بيحب الشغل بتاعه والعيله كلها عندي، قال لي دكتور انت عامله زي الكمبيوتر بتاع العربيات، كشف الكذب، بتعرفي المفصل فيه ايه بالظبط. تمام. ليه؟ اما احنا بندرس الموضوع بندرس الحركه، يعني دي اتحركت قد ايه، دي جت ازاي، دي جت عملت ازاي، ازاي انا اقدر اقاومها، طب وازاي ان انا اقدر اجبس بدون شريحه ومسامير. طبعا في ناس بتخاف من الشريحه والمسامير، وفي اساتذه بتشتغل بالكلام دوت، وبنقول برضو كل واحد ليه تخصصه وليه مجاله، وفي حاجات بنحتاج فيها جراحه. بس انا من الناس اللي بعدل الانزلاق الغضروفي والفقرات والعنق والشولدر
بدون مشرط بدون جراحه، وبجبس برضو بدون مشرط. دكتوره حضرتك يعني ما يسمى بالجنس الناعم، انت حضرتك بتقولي لي انا عندي باي وتراي. انا ليا صديقه هتشوفني، هي بهولندا مغربيه، مدام فتيحه مساء الخير. تقول لي دكتوره ان العظام ده بده من يعني حضرتك بتتكلمي على الكايروبراكت ده، يعني لازم شغل يد لازم شغل الايد، وانا بحبه لازم قوه جسمانيه. حتى ما بيلاقيني دكتوره طبعا عظم بيقولوا انت ايه اللي جابك على العظم، العظم قوي ونساء بتهرب منه بتروح على تخصص الروماتويد ويرد وللجهاز المناعي. والحمد لله حضرتك متميزه جدا جدا يعني. انا بحب يعني شغلي. بص انا بص انا عملت لك زي، انا ممكن تيجي تلاقيني في عيادتي في الشتاء ده بنصكم. ليه؟ ما شاء الله. بحب اشتغل بايدي، يعني بجيب المفصل، بجيب الفقرات، لو عندي الخمسه ال الرابع ال فيها مشكله بعدلها، فقرات عنقيه بعدلها. طب دكتور معلش اخد اتصال. اتفضل. رانيا اهلا بيك يا رانيا. اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ الله يخليك، ازاي الصحة؟ اتفضلي، سؤال حضرتك معاكي استاذة الدكتورة بسامة ريان، اتفضلي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بص حضرتك مذيعين دلوقتي على الـ الـ الكريم بتاع الفقرات وده وكده. كويس. اللي هو ستار جيل ده. ايوه حضرتك عايزة تعرفي عنه ايه؟ عايزة اعرف سعره كام، وانت حضرتك فين؟ هنا اسكندرية؟ احنا في اسكندرية. يا فندم في كل مكان يا فندم. في سؤال للدكتوره بسامه، يعني قولي حضرتك ايه المشكله والدكتوره بسامه هتجاوبك علشان تقدري تستخدمي الكريم تماما وان شاء الله تحصلي على اكثر نسبه شفاء. ايه المشكله عند حضرتك؟ ابني ليا ابني عنده 31 سنه وبيشتكي من ظهره، وبتجيله تشنجات في رجليه وبتنمل رجليه. تمام. عنده 31 سنه. نعم. متجوز؟ متجوز. طيب يعني حضرتك اتجوزتيه وتمام ومبسوط يعني، ولا ايه؟ ولا في مشاكل عندك؟ لا مش قادر، رجلي مموتاه مش قادر يمشي عليها. بيجري يمشي يقع. يا ساتر. بيجي له شد عضل جامد يصرخ منه. طب هو وزنه تخين ولا جسمه عادي كويس؟ لا يعني وسط. وسط. مش قوي. طيب في سؤال ليها يا دكتوره؟ مدام رانيا، هو طبيعة عمله ايه؟ هو شغال في كلية الهندسة قسم التصوير. يعني معظم الوقت بيبقى واقف. ايوه طول النهار واقف. ربنا يعينه يا رب. شكرا. طيب في سؤال اخر؟ هنشتغل مع الباشمهندس. طيب نشكرها، شكرا ليكي مدام رانيا اسماعيل عبر التلفزيون، هتجاوبك الدكتورة بسامة. اتفضلي يا دكتورة. الباشمهندس طبعا هو شغله مهام وبيقف طول النهار، فدوت بيعمل شد عضلي وبيعمل لي كرمبات في القدم وبيعمل لي عدم الدوره التوارفيه. اما الانسان بيقف كتير يعني بيقسم كتله الجسم على الوزن بتاعه، فبيرهق العضلات جدا. دوت هياخد شاور سخن وهيدهن من الكريم بتاعنا مرتين في اليوم، ويعمل حمام خردلي للقدم. حمام خردلي يعني ايه؟ يعني يجيب جات اسمه ايه؟ طبق جات. هيجيب جات طبق. ايوه طبق ويحط جده بالمغربي. كويس. ده انا هتعلم مغربي على فكره دكتور، ان شاء الله. يعني انا يعني مين؟ ايه؟ لا مش هتعلم، اتفضلي. اوكي. هنجيب طبق طبق نحط فيه معلقه ملح، معلقه خل تفاح، معلقه خردل مغلوق مغلي على النار زي الشاي الكشري، وبعدين يتحط بالطبق ويحط قدمه يوميا مده اسبوع 10 ايام ويكون بخير ان شاء الله. أستاذة الدكتورة بسامة ريان، شاكر تواجد حضرتك معانا، نتمنى إن شاء الله تواجدك في مصر كتير علشان المرضى بتوعك، وطبعا أهلنا في المغرب طبعا. إن شاء الله بإذن الله يشرفونا. استنونا بقى إن شاء الله، هنروح السودان قريبا، هنجيب لكم حالات من السودان. وطبعا السودان بتبقى عندها آلام، رغم إن هم عندهم شمس كتير، بس بيبقى عندهم آلام في المفصل، عندهم سكر قدمي، عندهم دوت كمان الكريم بيفيدهم. بيخفف حرارة الجسم. شكرا ليك يا دكتوره بسامه، نورتينا وشرفتينا. شكرا لكل زملائي خلف الكاميرات، مصورين ومخرجين صوت، كل من ادار هذا العمل، استاذنا الاستاذ وليد عماره، الاستاذ محمد سمير اخويا وحبيبي اللي دايما بسعد بتواجده معايا. شكرا لكل اداره القناه، وعايزين نقول لكم ان شاء الله دايما هنلتقي بيكم، بس الحلقه اللي جايه كل ان شاء الله اللي استخدم ستارك كريم يقولوا لنا احنا زي الفل. شكرا ليكم.